على عكس السنوات الماضية، مشهد ارتفاع منسوب النهر إلى هذا المستوى لم تشهده مدن الأنبار منذ نحو 5 سنوات. أكثر من 200 متر مكعب بالثانية أطلقت نحو بحيرة الحبانية قبل عدة أيام، وما يزال التعزيز المائي مستمرا للبحيرة بواقع 10 أمتار مكعبة بالثانية. شهدت السنة الحالية ورود كميات كبيرة من مياه الأمطار، وكذلك تحسن الإيرادات المائية من قبل الدول المتشاطئة تركيا وسوريا، لذلك تم ارتفاع الخزين المائي في بحيرة حديثة. هذا أعطى أريحية كاملة لوزارة الموارد المائية بالتوزيعات المائية بين المحافظات وكذلك داخل محافظة الأنبار. تم تأمين الموسم الصيفي وكذلك الموسم الصيفي الشتوي القادم إن شاء الله. نتأمل زيادة الإطلاقات المائية من الجانب التركي حسب الاتفاقيات الرسمية التي تم عقدها وبرامها بين وزارة الموارد المائية وكذلك الجانب التركي. أما في بحيرة سد حديثة التي تعتبر الموزع الرئيسي للمياه، فقد ارتفعت المناسيب إلى أكثر من 25% عن العام الماضي، ارتفاع أسهم في تحسين الواقع الزراعي وزيادة المساحات المزروعة للفلاحين، الذين أكدوا أن تحسن الحصة المائية لهم لهذا الموسم انعكس إيجابا على زيادة إنتاجهم للمحاصيل المختلفة. السنة يعني الموسم الزراعي جيد جدا، يعني الحصل لأن الموسم الزراعي علي من على المياه، المياه ما شاء الله زينة والموسم الزراعي زين وحصة المائية حيل جيدة. أسعدنا مناطق جزيرة الخالدية اللي موجودات اللي موارد المائية، المشاريع الموجودة هناك، المحطة مال المياه، يعني شغلوها السنة ما شاء الله عليها زينة. وفي الجانب ذاته طمأنت الموارد المائية الفلاحين بأن الخزين المائي فضلا عن الإطلاقات المائية من دول المنبع سيسهمان بتحسين الواقع الزراعي الذي تراجع بشكل كبير خلال السنوات الماضية. من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة.